رحبوا معي بضيفي الدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء وأيضا وزير الخارجية العراقية. أهلا وسهلا بك معالي أهلا بك. الوزير، معالي نائب رئيس الوزراء، الدبلوماسي، السياسي، المقاتل، كافي كافي المخضرم. من راح نبدأ؟ كافي. أحب أبدأ من خانقين، يعني من أهلا وسهلا. اليالا، فخلينا نبدأ من خانقين وأيضا نبدأ من هذه المدينة اللي عملت بيها وأيضا كان لك تاريخ كبير بيها. تحدثنا شوي عن خانقين. أولا أشكر شكرا جزيلا على هذه الاستضافة، وأبارك الجميع بشهر رمضان الكريم. وخانقين منذ القدم كمدينة هي ممر للثقافات المختلفة. خانقين تقع على الحدود الإيرانية، وهناك وكانت هناك ولا زالت هناك تواصل مستمر بين السكان في الطرفين. يعني أنا أتذكر من كنت في المتوسطة والثانوية كنت أمشي من بيتنا إلى الحدود منذرية، نعم والطرف الآخر من منذرية كان قصر شيرين، نعم مدينة قصر شيرين. وكانوا بعض العشائر يجون من قصر شيرين وأطراف قصر شيرين، يجون الصبح إلى خانقين ويرجعون بالمساء، يبيعون أشياء أو يشتغلون في خانقين ويرجعون إلى قصر شيرين. بالإضافة إلى هذا التفاعل الثقافي مع الجانب الإيراني، خانقين أقرب المدن الكردية إلى بغداد، يعني مو بعيدة عن بغداد. فهناك تفاعل بين المجتمع الخانقيني إذا صح التعبير وبغداد. وفي خانقين ثقافات مختلفة، نعم الثقافة العربية، الثقافة الكردية، التركمانية، وأديان ومذاهب مختلفة، نعم خليط من وخليط. المكونات. نعم حتى عندنا كان عندنا مسيحيين وكنيسة، فالتعددية كانت موجودة، سواء التعددية القومية أو تعددية دينية وتعددية ثقافية. كل هاي أدت إلى تعددية سياسية. نعم في الفترة اللي أنا كنت في مرحلة الثانوية، الفكر السياسي المسيطر على المدينة نعم كان فكر الحزب الشيوعي، كثير من الشباب كانوا يساريين، وحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني كان هذين الحزبين يتقاسمون الوضع السياسي في خانقين. وبالإضافة إلى هذا، خانقين أصلا كانت مدينة نفطية، وكان هناك مصفى الوند، نعم وفي زمن كان البريطانيين أيضا موجودين في خانقين. فكان هناك أيضا مسائل إلى علاقة بالثقافة الغربية، وسواح الأجانب اللي كانوا يجون من طهران أو من بغداد إلى إيران أو من إيران إلى العراق كانوا يمرون من خانقين. وحينما أتحدث عن سواح الأجانب لا أتحدث فقط عن زوار الأماكن المقدسة، أتحدث عن الأوروبيين والغربيين. نعم فكانت على طول هناك سواح من الأجانب في هذه المدينة. فإذا هذه المدينة كانت مدينة الثقافات المختلفة والسياسات المختلفة نعم والأديان المختلفة في هذه والمذاهب المدينة، في المختلفة، هذا المدينة، وفي ترعرعت في هذه في المدينة هذا في هذا الجو. الخليط.